تابعوا التابعين الذين لم يضبطوا ببدعة لا مكفرة ولا دعاة لما دون مكفرة، تلقوا علمهم عن التابعين بسند العلم. وهكذا أتباعهم من أئمة الهدى الأئمة الأربعة وبعدهم، وهكذا تناقلت الأمة العلم. فلذلك قال بعض تابع التابعين عبد الله بن مبارك وغيره، قالوا إنا تلقينا علمنا عن التابعين، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبرائيل، عن الله عز وجل. ما سند الجهمية؟ ما عندهم سند. الجهمية والرافضة وغيرهم المعتزلة والخوارج ما عندهم سند، ينتهي سندهم إلى فلان اليهودي، فلان النصراني، فلان المجوسي، ها هذا سند، فلان اليوناني. ولهذا ينسبون إلى بدعهم وإلى أئمتهم الضلال، ما ينسبون إلى الكتاب والسنة. ومن فضل الله عز وجل أنهم هم أنفسهم لا ينتسبون الكتاب والسنة. عجيبة هذا، ما ينتسبون الكتاب والسنة ولا ينتسبون للصحابة السلام، حتى الأئمة. سبحان الله العظيم، هذه من آيات الله في الأنفس والآفاق. الأئمة الأربعة الذين هم أئمة الدنيا بعد التابعين وتابعيهم، الأئمة الأربعة تجدون الضالين من المذاهب يقول الحنفي مذهبا، المالكي، الشافعي مذهبا، أو الحنبلي، النقشبندي طريقته، ما انتسب للأئمة إلا في الفقه في الأحكام، ما انتسب في العقيدة. وش يدل هذا عليه؟ على ضلاله. ترضى به إماما في الأحكام ولا ترضى به إماما في العقيدة، هذا تناقض ولا لا في الواقع؟ وهو في الواقع خذلان، أنه ما أخذ عقيدة بسندها إلى الله عز وجل، لا أخذها من طريق آخر، من الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شوف بدعة الخوارج تنتهي إلى عبد الله بن سبع اليهودي، بدعة التشيع إلى عبد الله بن سبع اليهودي، بدعة الجهمية تنتهي إلى من؟ ها؟ من؟ لا قبله، ها؟ ابن أبان بن سمعان بن أخت طالوت بن الأعصم الساحر اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. القدرية نفس الشيء. فكل البدع لها سند ينتهي إلى الملل المنسوخة والمذاهب الباطلة الضالة. ومن فضل الله أنهم هم لا ينتسبون للكتاب والسنة ولا إلى السلف، هذا خاص بأهل السنة. ولذلك إذا أرادوا يبالغون ويبقون أنفسهم قالوا عن أنفسهم أنهم أهل السنة بدعوان، لكن ما يكونون أهل الكتاب والسنة.